سكت فغر أعداء بالسكوت وظنوني لأهل قد نسيت، فكيف أنام عن سادات قوم أنا بفضل نعمتهم ربيت. أنستو توا 30 سنة في الخارج واليوم رجعت توا عندي 3 سنين في تونس، حبينا باش نعملوا حصة للأخوان التوانسة ونقدموا فيها الأحباب اللي نحبوهم واللي معانا واللي يحبونا ويعرفونا من بكري وهذا. ملا استدعيت الأخت الهادية خضار، سي محمد بغنيم اللي هو أخونا ومعروف وصحافي كبير لا ما نتكلموا عليه ما يستحقش التقديم، لا بنتي يا سي طفيق الخضار، والصحفية اللي كتبت عليا الأولانية في جريدة كانت اسمها فايزة عام 59 هي درة بوزيد. مرحبا بكم. أنت إنسان غربت في سن مبكرة، المؤهلات متاعك من ناحية الدراسة ومن ناحية الشهايد ما كانتش موجودة في الأول، ومع هذا عملت اسم القصعاجي. وأنا الخدمة هذه دعوة راو دعوة. أنا وقت كنت صغير أمي تقول لي يراك فرجة لليهود والنصارى، طلعت فرجة فهمتني، حقيقة تويك في بلادي عمري ما خدمت، خدمت مرة في كرتاج ومرة في الحمامات والبقية عديتها في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا. يحب يقول جاية ذا دعوة يا سيدي، دخلتوا على أمك احنا نذكرها بالخير ونقول إن شاء الله فرجة للمسلمين. والناس اللي ثم ناس اللي أثروا علينا بس وصلنا للطريقة هذية وقلدناهم، يعني مثلا كان بكري عندنا سي صالح الأحمر اللي كان عنده كان مدير مسرح في التلا وكنا نتعلموا معاه، خاطر سحار شو حاب أقول سحار حكاية فارغة، أما الحقيقة ممثل والألعاب السحرية هي لعبة ستة، يحب يقول إن بياس دو تياتر كاملة أن تروازاكت مسرحية، إيه مسرحية كاملة أن تروازاكت فيها الابتدائي الانتريك في الوسط والفينال في الأخرانية معناها لابوتيوز الخاتمة النهائي. بارك الله فيك. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول كلام كلمونا لتايل. لا والله كنا طيبوا في برد هي طيب كنا ماشي في برد. هذا كان بيوه رد السعر برميات هذاك الكانون نتاعك. هذا كان شو هذا كان تعرف اللي هذا طو واحدة ذي كسروك هكا هذي طو تمنيش اللي وقت اللي طو تأخذ من هذوما شو هذوما تمنيش اللي هذا بخور لا ما مش نبيه شو هاتسنت ترى كل واحد نتاعك هذا خلط وحتى حد ما يعرفوا اللي هذاك بخور ريتش ايه هاو جاوي كيف كيف راو
نفس. تعال عليك، هات عليك، هات عليك. ريت هاو بخور على شمت. ها بخور ريش هي مش معروف. ها هذا حجر كيما شو ايه حجر هذاك هو لوكا جاوا يا هو هذا سيدي هذه تراها من هذه حجر لا سهل عاد هذه تحب رجع لك بخور اخر زاده ماذا اللي تحب استنى سيدي تو هذه نربطوها هكا تو هذا شقولوا له بالتونسي عنده اسم هذاك كوراي هذاك مرجان كيما كيما الفرنساوي اي مرجان مرجان مش كوراي مرجان انا نفهمو هكا هكا ايوا تخدموا فيه مخلط اي نعم مرجان وكوراي اي نعم ايوا استنى تو نسكروها هنيا تويكا نحطها هنية وناخذ من هنية البريكية متاعي البريكية هذه نعديها حكاية من دون شك فتني لا ما عاد ما عادش عندي الواحد طو إذا كان تبعني بشوية شو تبعني بشوية نشعل هنية الشمعة هذه نشعلوها فاهمين إذا كان تويكا ناخذ الجريدة هذه وإذا كان تسمحني ناخذ الشمعة هذه هذه ايش نعملوا لها نعملوها كورني كيما هك قرطاس تاع حماص ايوا مازال زعما حماصه في تونس لا هنا ما عندناش ما في تونس موجودين موجوده باه شو سيدي اول حاجه الشمعه نحطوها هكايا بارك الله فيك حاجة هذه كنتاك الشمعة تعرش عليها وين تو الشمعة وين فيها حاجة سهلة شوها تبعيدي تبعيدي بشوية بشوية شوف هذه تقلبها كايا تلقى الشمعة من تالي أكو قاعدة أنا أتني الله ديك حكاية سهلة نجمو خرجوها خرجوا العروسة وتلقى هنية الشمعة متاعك أخوي نرجعوها لك وبارك الله فيك وسامحنا الوقت اللي نتفكروا اللي مثلا كان عندنا فنان عظيم وقلدناه الكل اللي احنا صغار وما ثماش انسان ما عشقش فيه في الخدمه نتاعو هو سلع للرياحي سلع للرياحي ولو بكري ثم كانت حتى ناس ما يعجبهمش وقت اللي يعمل مكياج لا ويعمل كرافات خارقه العاده وسوريه كذا وكسوه صفراء لا بالوان معناها بطريقه فنيه اللي ما تقول عليها عروسه خرجت من الصندوق نتاعها واذا كان الفنان ما يطلعش في المسرح كيما عروسه خرجت من الفنان نتاعها من الصندوق نتاعها شنو يطلع سروال مبقع ولحيته مش بحجمه ماهوش معقول شكون تويكا يفكرني في الاشياء هذه هو لطفي بوشناق قالت لي كنا معاها وبدها عاودتها وذني من برا حفظتها قالت لي كلمة وعاودتها عاودتها وذني من مرة حفظتها حفظتها قالت لي نحبك وروحي عندك قالت لي نحبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها قالت لي يا رمز حياتي يا رمز حياتي يا متع في عزوقاتي يا متع في عزوقاتي
يا مرايا نشوف بغذاتي، يا مرايا نشوف بغذاتي، ما ثم الا انت زينتنا. قالت لي نحبك وروحي عندك، قالت لي نحبك وروحي عندك، من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي نعزك من قلبها مش من شفتها. أنا شخصيا أعجب بيك كفنان وكساحر كفنان أكثر من ساحر. ما أعتبرك ساحر لأنك ديما تقول لي راني ماني سحار. فنانك هو إذا كفنان شامل فنان سيرياليست. فنان مش حب أقول سيرياليست فوق الواقعي معناها خاصة في توفتني لا بالجد عليك وقت أنا فتني لا عندي محرمة أردها لك عصفور. ما تعرف اللي أنا عندي عصفور وعندي محرمة. وقت كنت صغير قالوا لي السحر وكلها فتني لله ودخلت في بعضي ومشيت للمكتبة هذيك اللي في سوق العطارين بابها أصفر وكبيرة فتني الله وقعدت اللوج في الكتب متاع السحر ما لقيت حد شيء. لقيت فتني الله كتب يحكيوا في أشياء خضم بوية وفكرون ودم متاع شنوة وحشيشة كذا. يوم من الأيام فتني الله أريد إنسان ياخذ محرمة بيضة يرد حمرة في حلفوي وعجب أريد نتفكرها فتني ما سيبتوش. كل يوم نمشي شنوة اللي جاتني في فكرتي أنا قلت هو عبد وانا عبد اذا كان هو يعملها علاش انا ما نعملهاش. وهذا الواقع قعدت اللوج كل يوم حتى لي نهار من نهارات ما نعرفش كيفاش استنست بالمشي نتاع عيديه. فهمتني على خاطر وقت اللي اذا كان انا ناخذ سيجارو كيما هكايا ونحطه في يدي هذيه انا ما حطيتوش في يدي هذيه قعد في يدي الاخرى. فهمتني لا سفيت معناه قعدت عودة بالناس إذا كان يعودها يخاف نفيق وعون يعود ما دوش هكذا. إذا كان باش نعودها باش تفيق اللي فتني الله الدخان بدو باش معنى أكواد ظاهر الدخان اللي هو أنا وما أوجعنا فتني الله ما دوش هكذا. حتى لين فهمت كيفاش ضر اللي فهمت كيما الأولاد اللي فرخ صغير يشوش كذا في أوض نسكت وقول لك فرحت اللي أنا تعلمت. قلت له وقف الموقف عليها الراجل ما هوش مستانس بالواحد طيح الواحدة اللي فيها الحاجة طيحها فقنا به من هرتها فهمت اللي ما هوش سحر. وإذا كان اللوج يزمني نتعلم هكا هو قعد اللوج. الشخص ده تونسي هو تونسي 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 اسمه بخبوخ من بخبخان. كنت نقرأ في كتاب من الكتاب مشيت لصاحب الطابع المختصر من صاحب الطابع نقلت للقصبة من القصبة هملت لو كان ما هملتش راني مد بليو. في تونس كنت تمشي للحلفاويين و... وبديت نتعلم كيفاش شفت سي بخبوخ وشنو وانت فضحته فضحته كيف يا اخي عطاك كف بخبوخ ضربني بكف اكل كف هذاك هذاك الكف اكل اعطاني بكف عنده الحق مسكين حلفت لما رجعوا وكيفاش رجعوا بالخدمة هذيك. وذاك اللي صار سلمت في كل شيء يخشي المصر لقيت كتاب عند صليبة وقتها واحد حبيبي قال لي هذا متاع الألعاب اللي تلوج عليها ما عنديش فلوس. لكن الكتاب ذاك مكتوب بالفرنساوي الغلبة وانا ما نفهمش فيها كعب ما نفهمش كلمة بالفرنساوي ولا نعرف حرف ولا حد شيء. قعدت اللوج كون باش يفسرهولي بلقيت حتى حد يقول لي يفسر لي شويه يقعد جمعه وانا نجري عليه. اي قلت خليني من الحكايه نمشي لمصر. مشيت للجزائر وقابلت مع فنانين اوروبيين وبديت نلوج باش نتكلم فرنساوي وعملنا سيرك اسمه سميناه لو سيرك دي فاريتي ما فيه حتى شيء كان لانتوراج باذن الله ونعملوا لعبنا هذاك كيفاش بدا الشيء. ومن الجزائر طلعت باريس. لا وقت عليك مشيت لمالطا ومشيت لل توت لافريك نوا وقتها فتني لا لا والدي توفى والدي توفى رجعت لتونس تفنى الوالد وعودت مشيت على روحي خلطت الباريس خلطت لاغار دو ليون على الصباح. وقت خلطت الباريس ريت لانغار خفت لا الدموع بدات تهبط والناس تمشي وعباد تجي والكرار جايه
وتفكرت لنقار متاعنا تاع حمام لنف صغير او كبيرته شو مدخل يدخل 10 مرات. قلت انا في تونس ما نجحتش باش تنجح هنا. حسيت وقعدت. شنو هو السبب اللي ما رجعتش؟ ما عنديش فلوس. ومنك للجمهور كذلك باش يبح. اول لعبه تعلمتها في السحر شنو هي؟ اولا توري يدك اليسار فارغه كيما هكا وتاخو محرمه كيما هذه دخلها في وسطك كيما هكا. شوف السياسه بالسياسه بالسياسه طرف منها من غير زربه. وقت اللي تجبدها من لوطه هكايا اللون نتاعها شو دخلت حمرا خرجت صفر عمل دخل هكايا دخلوها هكايا. كل شيء دائما بالسياسه. عندك حنوت دينا في ديك ولا توي اخزر ايوه وبعدين كانت نتفاهموا فيها وكل حاجه ها اول حاجه هذه حتى لا تتجبد من هنا وتتجبد من فوق وتنجم تشوف اللي يدي ما فيها حتى شيء. ايوه تويك توا لو كان مثلا نعطيك محرمه حمراء هك فاهمين اي ونزيدك هنيه محرمه صفراء كيفاش باش تعمل تو حط الحرمه الصفراء في مكتوبك هكا باهي تويكا تسكر يدك هكا اليسار واليمين اليسار دائما واحد يرد باله معك وتاخذ حتى العضله تاع يمين اليسار وتاخذ الحرمه الحمراء تحطها وتسكر هكا فهمت تدخلها في وسط يدك فهمت هك انزل عليها بالسياسه 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 تويك اش باش تعمل عندك هنيه المحاربه الصفراء هك وفي يدك هذه اش عندك الحمراء تويك وريني لازمك توري اول حاجه شد المحرمه بيدك الاخرى توري يدك الاخرى فارغه كيما هكا فهمتني ولا لا لما ايش فارغ انا مازلت عندي المحرمه إيدي أنا لا بيدي عندي المحرمة ما تراهاش فهمتني المحرمة في يدي أما لكن ماكش ترا فيها تو وقت اللي تسكر يدك هكايا إيه؟ يلا وتحط توري لي أخرى إيه؟ لا يدك دائما اللي صار دائما اللي صار وقت اللي دخل المحرمة هكايا في وسطها لا وريت سعيدك فارغة قبل وقت أوكي الحمرة تخرج فهمتني ولا لا وقت اللي دخلها هكايا من جهة هذيك تخرج بجهة فهمتني لا ما يلزمك توري يدك فارغة قبل كما وريتها أنا أنا مش نوري فارغة عندي الحمرة ما لما فهمتنيش ما فهمتكش ما فهمتنيش خاطر لو كان فهمتني راك ورديت يدك فارغه شباب عيديك مش كيف كيف لا ما نجمتش لا كاش ما نجمتش ما نجمتش انت تدخل انت تعمل هكا يا بنتي لا تنزل عليها تبط تجبد من اللوطه ومن فوق وتوري يدك دائما وين الصفره انت الصفره في مكتوب هيك خمسه ولا سته لعبات كيما هذه نتعدى تجيب العينين نتاعي نثبتهم ولا شنو وتوا كاش تعمل عاديك توا بعد ما تعمل هكا تاخذ المحارم هذوما هكا وتربطهم مربوطين تروح شوف احسق لا لا شد العقد واحسق احسق برك باش تقطعهم لا تويكا وقت اللي هذه بالسياسه بالسياسه نحط عليها هذا هوني كي وهذا ناخذوه من هنا وقت اللي تشدها من هوني وتشد الاخرى من الجهه هذه يتراو لي هما مش وحلي يلزمك تحكي لنا شويه على الهجره بتاعك في الخارج كي مشيت لنا خاطر انا كيما قلت لك انا خليتك في الحومه نسمع بيك في الحومه الحلفاويين وقتها نتكلموا شويه قصعاجي ياما فقدتك مده طويله ومن بعد في باريس شفت صوره نتاعك معلقه يعني انا دائما معلق فهمتني معلق في قصعاجي تعدى وقتها في الاولمبيا كان صدق ربي تعديت في الاولمبيا وتعديت في الشانزليزي وتعديت في برشا قاعات Thank you.
دروس في فرنسا في التلفزيون في عن طريق التلفزيون للناس باش تحتاط باش ما عادش يسرقوهم، باش تفهم اللي الراجل العادي مسكين حتى اللي يجبد فلوسه على هدى ما يتسرقش. ما نعرفش هذا صحيح ولا لا. ما عطيتش دروس، اما مستشار اوبغي دو مسيو لو برومي مينيستر كي تي مسيو بومبيدو طون دو شارل دو غول. خاطر توا في فرنسا موجودين 9 من الناس بوليسيه اللي يعرفوا شي يحب يقول لو فول على التيغ، فهمتني؟ لا، والبقيه ما يعرفوا كان لو كوتي جوريديك كهو الناحيه القانونيه. اما باش يعرفوا كيفاش انسان باش يسقط على انسان ما يراوهوش وما يفهموش. انا نرى انسان نعرفه اللي في 5 دقائق باش يسقط على واحد بالمشي تعرفوا بالمشي نتاعو. والله برك فرصه سي محمد بارك الله فيك. بالمشي نتاعو برك نعرف. وقداش مره صارت عليا فهمتني؟ لا نهار في باريس انا ومرتي وابوها وامها، وقلت قعدنا في بقعه قلت لها رد بالك راه السيد هذا اللي متعدي راه باش يسقط على ابوك ولا علي انا. قالت لي زيب الحكايه نتاعك. وهذا كان اللي صار، هذا كان اللي صار، جاء باش يسقط على ابوها وشديت الويدو لا ما خليتوش يكمل. حب يقول ما تنجمش تراها انت، ماهيش خدمتك سي محمد عايشك. ما انا معناتها فما علاقه، معناتها نجم الشخص كيف حضرتك معناتها ينجم يدي يد مساعده للبوليس ونجم يعطي في فرنسا نوري. لكن هو معروف يعني نوري فيهم السارق يحترز منه هو قبل ما يسرق. لا هو يلزمه يعطي دروس نغتنموا علاش علاش لا يعطي نعطيهم فهمتني. لا وقص هذه حتى الجيس كاردستا حتى لي انا 3 مندا وانا انا كونسيي في الاشياء هذه وفي الالعاب وفي لو جو دازار. انا اول تونسي فنان اللي دخلت لليزي. كل حاجة عندها قانونها وعندها كيفاش تمشي وكيفاش تتسجل كذا كذا. طوى برشا ناس يقولوا سحر وما سحر، لكن السحر نعود نقول لكم اللي ما ثماش وما ثم حتى شيء على خطر. كل لعبة مسجلة وعندها ملفات وعندها دراسة تامة على هذاك، أو تنجم تشوف هذه المشاركة نتاع لساسام في جمعية المؤلفين. يحب يقول السحار إذا كان حقيقة يخدم على طريقة جديدة وطريقة فنية يجب يكون أوتور، وهذيك المشاركة في الشركة هذه حاجة. ثانيا كما قلت لك الألعاب ماهيش كما يجي كاكا وعطي الله والغنية، كل حاجة عندها ملف متاحها ومكتوبة بالطريقة اللي يزمها تكون مفهومة كيفاش الحاجة تتحط في اليد هذية وكيفاش تتحط في اليد هذية وكيفاش تخرج من بقعة الفلانية وكذا وكذا، وعندها دي بيانوات وهنية نسجلوها في المينيستير دو لاندستري. تتسجل زوج جوابات يكونوا لاصقين هكا مع بعضهم يتحطوا في الاداره هذه، او التاريخ نتاعهم يكون مقوب. يحب يقول واحده تقعد عندي انا وواحده تقعد في المينيستير. اذا كان يوم من الايام انسان ياخذ لي الشيء اللي الفته من دون شك اش باش نعملوا باش تولي بيناتنا قضايات وكذا كذا. ما لولي هذا نخرجوا انا نخرج الجواب نتاعي والمينيستير نتاع الاندستري يخرج الجواب الاخر ونعملوا كونفرونتاسيون ما بيناتهم ونشوفوا ان هو اللي جاء سجل قبل. هذه حاجه.
ثانيا مضمونين بدروا دوتر في ال... وثالثا كل لعبة وكل فكرة محطوطة عند عند المنفذ ولا العدول نعرفش هذاك او كمعناه مسجله كسيتاناك دو بروبريتي ما عندوش حق انسان اخر ياخذ لي هكا معناها ايميسيون بور لا جونيس وهذيك الالعاب الكل كيفاش مفسره كيفاش تتعمل فهمتني ولا لا ومسجله عند العدل المنفذ اذا كان انسان ياخذها اما يخلص عليها الدروا الحقوق فاما يخلص عليها الحقوق والا تشريها ولا حاجه هكا مثلا يوم من الايام احنا مروحين في الليل الدنيا ظلام والمفتاح محطوط في الساك بتاع مرتي لوجت عليه لوجت عليه ما لقيتوش حسيلو قعد في الليل باللمبوبه بالبريكيه قعدنا نلوجو كيفاش حتى لين طلعناه حلينا الباب ودخلنا في الليل قعدت نخمم لقيت فكره كيفاش نحل الساك وقت اللي نحل الساك الضوء يشعل في وسطها وكل شيء يطرى سجلناها واعطيناها الانسان باش يعني هي شغلها يعني الا فابريك يخدمها في نيلا وتتباع في ساك فيها ضوء وقلت حل ومشيت على روحي بعد عام رجعت باريس نلقاها في الفترينات يبيعوا فيها فرحت والله شحت كلمت الليديتر قلت له قداش بعت قال لي شنو قداش بعت مازال ما خرجتش قلت كيفاش هكا في الفترينات مشيت لقي مشينا الفترينات لقيناها قعدنا نلوجوا شكون اللي خرجها السيد اللي خرجها المحامي قلنا خليوه حتى لين يخدم على روحه وبعد الخدمة بعد عام ولا عامين كان نعملوا له بروسي وناخذوا حقوقنا بطريقة متاع اللي الشيء اللي باعه الكل وهذا كان اللي صار بعد عام شكينا بيه اش لقينا لقينا خذاه البروفي وبدل فيه أشياء وعطاه وحطه باسم إنسان آخر انت لان كلوشار يخي قلال هذا يا السيد اللي يعوج المفاتح ويقلب الأشياء ويكسر الحديد ومن غير ما مسه حاب يقول يفولي فاق خواغ لغتوغ دي ميسي من دون شك وريت في التلفزيون الفرنسوية فيك بوفار كيفاش الشيء اللي قاعد يعمل فيه حكايه نتاع ما فيها حتى شيء ما فيها كان الالعاب نتاعنا ولكن يستعمل فيها بطريقه اللي ماهيش معقوله باش يخلي الناس يمنوا بشيء اللي ماهوش موجود هذه فيها حكاية كبيرة ياسر حكاية تايتي وقت اللي وصلنا لتايتي جرجت بنا وانا ماناش معروفين اول حفلة عملناها ما جانا حتى حد ومصادفة عظيمة قعدت نلوج كيفاش معناها 39 ساعة في الطيارة ونمشي لا ونقعد مثل ما حد شيء ملا لأول مرة سقط الكهرباء عينية مغمضة في وسط البلاد مغدويك الصالة عبات من دون شك اي مالوروزمون سا سيتي لا فان اكسيدون 99 غرزة والطب قالوا مشى قص عاجي ما عادش اللحية هذيك ما نحيتها حلفت ما نحيها كان لما انحجمها انا بليدي خاطر صوابي ما عادش تتحرك وقتها وبديت نخدم ليل ونهار وخرجنا منها الحكاية فهمت ويدي لباس وتخدم اليوم وهذا يفتي خرجت جريدة متاع العام الكل يوريو من جان ريشار جماعة متاع التلفزة الكل اللي وقتها يتعدوا عندهم حصة في التلفزة وراو ديارهم وهذه داري في النورماندي عندنا ممثلة مغنية وقت اللي كبرت وما عادش نجم تغني ولا تترسم
وترسم ليزافيش نتاع الحفلات في الكيسان وتحط الأسامي نتاع كما مكتوبين في الأفيش ترجعهم في الوحدة. مع السلامة. قداش بها في العلم؟ 220. كيفاش؟ 220. 220 ونجم نختاره؟ تفضل. كان عندكش كاس؟ نجيب لي كاس فارغ. كاس فارغ خذ فلوسك تكون 220 وجيب لي كاس فارغ وبعد كده نقوم. هذه السنة على ما يحكيه خلكونية في الجهة متاع الحمامات ثم شو يقولوا لها لابولو زودور تسمع بها؟ لا ما تسمعش بها. شو بها ترى بالله يقدم يدك فيها يعيشك. ذهب راهو شو شوف شو ذهب ولا لا؟ ايش قولك ترى؟ هذا شد لك شد لك زيدو زيد مش عندك اربع ماما كانت سيف عيبه في هذا متاعي ولا متاعك؟ متاعك. ها؟ متاعك. شنو متاعك؟ خلصتك قبل. هذا عظم. اي وذاك خلصتك. اي العظم متاعك خلصتك فيه. خلص تحبش تبيع الاخرين؟ تبيعهمش؟ ما تبيعش؟ لا ما عادش نبيع. نشري لك دوبل. لا ما عادش نبيع. باهي؟ ما عادش نبيع. باهي. وقيت جاي عجب هو كنت تتوج في الحقيقة تعمل كيف لا تخرج كيف أخرى ولا وقمزك عبيت لا أخويا راني تفدليك عليك وهذه سجلناها للتلفزة إذا كانت تسمحنا نعديوكم معنا في التلفزة وهذو ما نخلصك فيهم أما راي تفدليك مش بالصحيح وبارك الله فيك في أعمالك السلامة وربي عينك عايشك بارك الله فيك. اولا هذه الفرقه متاعي اللي تخدم معايا في اوروبا وفي امريكا وفي اسيا والمسرح اللي بتوه هذاك المسرح اللي كنت ناوي باش نعمله وان شاء الله نعمله زاد اذا كان الحظ اعطاه في الله باش نعمله هوني في الحمامات. انا اول ما قابلتك وفرحت بيا وفرحت بيك ولكن خبرتني وقتها خبر قلت لي يا لطفي قلت لي راهم بشرك بشره طيبه قلت لي راهو باش نعمل هوني مسرح في تونس وبش تكون فيه حركة فنية كبيرة ياسر فيه سحر وفيه غناء وفيه مسرح واحد فأنا كنت شغوف لهالفكرة هذه وما نعرفش حسب فين وصلت الحكاية لتوا المسرح هذايا اللي مش للترجمة فقط تقدر 30 سنة وأنا نصور فيه والمسارح اللي تعديت عليها الكل شفت شنو اللي فيها ماهوش باهي للفنان كي ني با كونفورم معناها يعني غير مطابق لا مطابق ولكن في غلطة في غلطة ما يلائموش فسخت وعاودت صورت كنت نصور لباس بيا التصوير نعرف نصور فهمت شوية نصور هكاك يظهر لي لا ومعناها المسرح هذايا 30 سنة وأنا نصور فيه وحبيت يوم من الأيام نخلقه في بلادي وهذاك اللي صار ثم 30 خدام كل يوم باش يخدموا هذه أول حاجة ثاني حاجة قداش من فنان تونسي وقداش من مواهب باش تخرج وباش توري اللي عندنا في بلادنا كل شيء عيني لا 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 عيني وقلبي نشيبني
في محبتك يا غزالي يا لا 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 يا عاشقين بعد الحبيب قد زادني عشقا قد زادني يا لا 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 عشقا صاحب العيون الحوارة 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 الحوار لهم شغف ومعاني 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 قول للساقي إذا سقى واضحا لما لما لا أسامح يا فرحتي بالغزال المدلل هللن هللن هلالالالا في حضرتي والشميعات والوين هللن هللن هلالالالا بالله يا عجيب عاود يا يا صبر قلب 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 من يعشق يا لا 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 والأدموع عايا ولا أدموع عايا عن صاحبي الخدود الهوى سلطان يا لا 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 يحكم الهوى سلطان يا لا 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 الهوى سلطان يحكم بجيشه على الرعية وعلى الأوطان يحكم كما يحكم علي دخيل الله انظر ما تصنع العشاق واحد في لاخر مسكين يا عشاق واحد في تقليق لاخر مسكين يا عشاق وكل من يراك يقول عني احمق ظريف الشكل يا محلى محلى ظريف الشكل هاي في متى يهدينا الله بنصرة وتنجلي عن الأقدار وتنجلي عن الأقدار قلبي قلبي مسيكا في قهرة من حزنك يا زين الأقمار من حزنك يا زين الأقمار ثق يا حنين فق يا حنين واسمع لوغا أم الحسن يا لا 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 فق يا حنين واسمع لوغا أم الحسن يا لا 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 غنت في بوستات غنت في بوستات فيه الزهر على كل دول يا لا لا يا لا 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 ألف يا سلطاني والهجران إكواني أنيف ألف يا سلطان والهجران إكواني أنيف عود ألف يا سلطان والهجران إكواني أنيف باء بليت بنظرة باء بليت بنظرة تاونت هي نجمة زهرة واسقاني خمرا عتيق حتى حتى جميع من يراني يقول
زيد حشيش وحسني قد اشترى يا لا 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 وحسني قد اشترى يا لا 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 في غار نطى وحدك وحدك اه يا لا 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 يا لا لا يا لا لا اه يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا زيني زين الصفات يا لا لا يا لا لا. في الاول في البدايه وقت اللي في الكتاب كل مولد نعملوا الألواح بتاعنا بالألوان وكذا اللوحة ذيك اللي ترى فيها وتغرمت بالألوان الألوان اللي تشبت العيون كيف ونروح للدار وناخذ الكواغط ونبدأ نصور ملا خالي يقول لي حرام شيء ما يتصورش مش معقول اللي يعمل خيال كل ما يتصورش ويقطع لي التصور متاعي حتى لين قلقني فددني سلمت ما عاش نصور وقت اللي رجعت مشيت وقت اللي مشيت لأوروبا وخلطت الناس كما جون كوكتو جون بولي فيليكس لابيس والناس هذوما كل بإذن الله رجعت للتصوير وقت راه اليوم أنا هذيك الدهن والألوان اللي حب قلت لها نتعلم من جديد واليوم عملت إكسبوزيسيون في فرنسا في إنجلترا في ألمانيا في آسيا في وأخيرا عملت حتى إكسبوزيسيون هوني في تونس في الحمامات وعن قريب ولا ربما نعود نعمل إكسبوزيسيون أخرى في تونس. اللوحة هذه نجم تشوفوا اللي مرسمة بطريقة ما هيش اعتيادية أولا تترى بالصفة هذه وتنجم تراها بالطريقة هذه وإذا كان نزيدوا نقلبوها كايا زائما اللي توجور على اندوا حاب نقول سي تان 4 ديمونسيون من كل جهه تترى. انا عندي سؤال وين الجماهير انت عديت جماهير اوروبا الكل جماهير شنو اللي يضرك اصعب الجمهور التونسي اللي في العاده خاطر احنا ولو العزايز عندنا يمنوا بخرافات وناس بكري ما التونسي في حد ذاته وبدا بيها ما يمنش برشا حاجات اما صعب لك انت جمهور اوروبي ولا جمهور عربي ما كانت تصيف كقصعاجي فوق الركح ما يعرفوش الجمهور العربي سؤال لا يعرف تعدى مرتين خمس سنين لا سؤال سؤال صعيب سؤال صعيب وسهل اولا جمهور صعيب ما ثماش جمهور خايب ما ثماش ثم كان فنانة خايبين الفنان ذولي يعني اذا كان الفنان يعرف خدمته الجمهور الجمهور من دون شك هيش نية المحبة إذا كان الفنان يطلع فوق المسرح والمتفرجين يحسوا اللي هو قاعد يخدم بمحبة ويحبهم ويزيدوا وقت اللي يحسوا العاطفة ويحسوا لاموخ كي سو ديجاج فما حاجة أخرى حبة خطر سمحني بالله تفضل وقت اللي الفنان والمتفرج الفنان وحده مسكين فوق المسرح وحده وهما قداش إذا كان ما ثماش معالقة متاع حب حتى شيء ما يتعدى سي لامور و تخوازيام دوغري خذ ورقة اختاري عليها اللي تحب واحدة برك اثبت لا لا خذ 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 وريها للأخت إذا كانت تعمل مزية وريها لل باه حطها طويقة في أي ميرسي ما في ميرسي يا سيدي شوف عندي هنية شوف ال تويكا نعطيك كارتة هونية إذا كان تسمحني نجي إحنا الكاميرا هونية شوف معناه تنجم تشوف معناه تبعني مليح أو بشوية بشوية أو نزيد نرجع شوف أو كبيرة ترى فيها ونزيدو نوريوها السي لطفي باش يرى اللي الورقة بتاعك فهمتني
لا نزيد نرجعوا لازم لها تصفيقه ساعه نجمو نرجعوا للكاميرا هكايا في اثنين لا وتو تشوفها هنا بالسياسه بالسياسه انت لا نعودوها او لا تمشي كيما كانت نجم تشوف اللي ما عاد ثم حد شيء لا من الجهه هذه ولا من الجهه يجب الإنسان يفهم اللي الألعاب السحرية فيها أولاً لبسيكولوجي لبسيكولوجي متاع الإنسان لا كيفاش حاجتنا بين فراكسيون دو سكوند معنى حاجة باش حاجة ثانية العين متاع الإنسان تسجل 1/60 دو سكوند يزمني أنا نغلب التسجيل متاعه هذاك متاع العين حيب يقول يزمي دي تمشي أكثر من 1/60 دو سكوند. En plus, شعندنا؟ Nous avons 5 sens. 5 حواس. وقت اللي نعدي نعمل لك حاجة يا أخي الحواس نتاعك ما خدموش، لا خدموا. ولكن أثرت على حاسة من الحسوس اللي ما نفقتش بالألعاب نتاعي. تو هيك مثلا تاخذ الوقت. تو مثلا إذا كان نطلب الكاميرا تاخذ من عندي تحط الكارتة هونية في الميلا باش نوريك اللي الكاميرا ما تنجمش تشوف علاش على خاطر قلت لك ما قلت لك في اول حصة عملتها الكاميرا عندها عين واحدة عين واحدة وما تحركش هذيك الضربة وين لا هذيك عين شميتية شميتية لا وقت اللي تفيق بيك ما ترحمش ما ترحمش على خطر ما تحركش أقل غلطة تخرجها فهمت هذه أول حاجة ثاني حاجة العين بتاع الإنسان النجم الحركة هذه كمان نجم الحركة حب يقول من نهارة اللي التلفزة بدأت يلزم بديت أنا نلوج كيفاش النجم بتحكم فيها من غير تحكم فيه هاو مثلا ناخذ هونية لص بسطول معنا باش نوريو البراعة متاع اليدين بإذن الله كيفاش تتخدم هذوما الأربع رصوص من دون شك إذا كان هاو السيد الكاميرامان يخزرهم بالكدا نحطهم هونية ندخلهم في وسط الكارتة حطيتهم في وسط الكارتة إذا كان فاق بيا هو ما حطيتهمش خرجتهم دخلتهم من هنا وخرجتهم من الجهه الاخرى لا ومن دون شك ومن دون شك العين ما تنجمش تسجلها حتى الكاميرا ما تراهاش خرجوا مره انا لازم يكون انسان اسرع من العين طيب انسان يمشي كارت مثلا شو نجم تشوف ونجم نسمع الاخ الكاميرامان يا اخو أنا الكارتة دخلت واحدة بواحدة أنا إيه سيء باش تدخل هذه وأنا بواحدة بواحدة سي بريسك امبوسيبل إذا كان ما فيهاش تمارين نتاع سنين ما حصلش واحدة بعد ما تمشي فيها زوج في بلاصة واحدة سي قليل يستر بعض أحيان تنجم تصير في لا أما وقت اللي يمشكي كارتة الكارتة حقيقة مشكية بس تنجم تمشكية زادة بيد واحدة زادة كيما هكا إذا كانت تنجم لا تنجم تمشكية توا مثلا نلعب أنا وياك توا مثلا الورقة حاجتي بها أنا استسمع الورقة هذه 10 دينار العشرة هذه نعطيها لك وأنا ناخذ اللي من بعدها أنت إيش عندك؟ 10 دينار وأكون كلامك صحيح وينو لعنة بعديك؟ لا وريني تعاود ثاني اعطيني الورقة اللي حاسي بها ما نعرفش إذا كان الأخ كاميرامان أخذها ولا ما أخذهاش إذا كان أخذها إذا كان أخذها ما نعاودها لكش وإذا كان ما أخذهاش نعاودها ما أخذهاش نعاودها كاميرا هذه باش يشدك بها ما يا سيدي هاو طبعا نعاودوا حاجة أخرى أو مثلاً سي لطفي ناخذ الصوت هذوما ونمشيو بشوية بشوية هذه عشان استمه لص تعش لص بيك لص بطة هكا ولا لا وهذايا بسطول وهذا ديناري وهذايا كوب
إذا كان نمشي بشوية بشوية من غير ما نزرب، أنت تشوف نهبط يدي هكايا الورقة هذه أستمعها. بس إذا كان نطلب من فضلك تحط عليه يدي هكايا، واللص الثاني هذايا نوري تشوفوه اللص إيش تسزمه هذي صباتها به. أنت إيش عندك في يديك تو؟ لا قولي 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 لا يزمك تتكلم. لس بسطون لس بسطون أبقى كلامك صحيح. لس بسطون لس بسطون لس بسطون في دي أنا ودي عندك الكوب والديناري طوفت سوى باهي ميحسي. المغني وقت اللي تعدى في التلفزة أيوة. عنده ما يبيع من غدوة، عنده الديسكوات وعنده الكاسات وعنده وعنده وعنده. أنا كفنان مسرحي ما عندي من بيع، ما نجمش نتعدى بلاش هذي. خاطر إذا كان تعدى معناها حصة من غير إنتاج مالي باش ما نجمش نتعدى. معقول في أوروبا كنت بعد أحيان نجم نعمل حصص اللي من غير ما فيها إخلاص مالي. علاش هذا الموضوع كما دون شك عندي الكتب متاعي تتباع الكتب، لا ما كل حاجة فيها يعني تستغل تأثير الحصة بصفة أخرى شيء معقول. لا لو كان عندي ديسكوات ولا عندي حاجة نجم نتعدى، لكن ما ثم كلهم في لا موجودين في أوروبا وقاعدين يتباعوا لا وذا كذا مش عايش. حتى من الألعاب الألعاب السحرية اللي عندهم معونهم وعندهم اختصاصهم وكل شيء ومحطوطين في حكوك صغار. هذه مقسوم صغير مثلا او قصة عجل بريزانت، هذه مقسومة رخيص وهذه كبيرة فيها الألعاب فيها 100 لعبة. طيب مثلا نحلوها طيب انت هذه كنت تشريها غدوة تولي سحار، يكفي مش نشتريها نولي سحار. اما يزمك تقرأ الكتاب اللي في وسطها وفي وسطها كتاب، والكتاب هذايا يوريك الألعاب الكل اللي في وسطها. ثم عندك 100 لعبة تتوى هذوما مثلا عندنا هوني عندي سنة تتوى هذه لعبة كل إنسان ينجم يعملها بطريقة لا علاش المعون متاعك الكل أصفر وحمر يا عبد المجيد تعليش عاد تحب نرجع كل اللون كله أصفر تتهوى اللونين هذو تويك بلا أحسن معي عايش شوف أحسن معي عنده واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهذية قداش؟ سادسة سادسة تحب تعود تحسب بنفسك؟ بعد وقت نقول لي حتى شاهد بداية ما عاش تستحق تويك ستة توا ستة شوف بيد واحدة هكايا أيوة وقت اللي نسيبهم اثنين مشاو هربوا ضعوا ما عاد ثم حتى بقت واحدة اثنين ثلاثة أربعة اقلب لي الأخطاء والأخطاء ما في حد شيء ويدي الأخرى ما في حد شيء هذا معون حاضر أيوة. والاثنين الاخرين حطيتهم في مكتوبي نعم هنا لازم يثبت اش كان في مكتوبي وقت اللي قعدت وش اللي مشي يبقى فيه وقت اللي يجي مغادر تاع كل حال وريتك طيب انا ما ريتهمش هذوما من هون يتعداوا المكتوب وما اظنش انا حضرت مشاهدين راهم معي هنا باش يولي تشتين بالمجد يا سيدي تلا فيها تشتين تو وقت نشوف نعلمها لك حكايه سهله باش ما باش تعرف اللي كل حاجه فيها سر لما هذه مبيوعه نجم نوريها لك هوني هذوما وقت نتكلم نحطهم في مكتوب انا عيني وين انا حطيتهم ما ريتنيش باش نقول لك مع الاسف لكن هذه تو عندي هوني اثنين صحاح صحاح صح انت اثنين صحاح واثنين يتعوجوا يصان منطق سغصاخ كاوتشو فهمت كل حاجة عندها هذا أنا... متطوى وش هذكم متطوى أيوة وقت اللي عند نطوي هذوما أيوة أو كعندي أربعة والحقيقة عندي كان اثنين نطويين أربعة وقت اللي نبدأ عندي هوني أنوري واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه خامسة هذه تأثر سيكولوجيك ما بعلان تأثر على الإنسان اللي قاعد يرى نحطها هونية هذه صحيحة الوحيدة صحيحة نحطوها بالعاني وقطعتها بالعاني باش تترى اللي هي كاملة نزيد الأخرى نحطها وقت اللي نحسبه من دون شك ستة وقت اللي نحل يدي باش يصير نحل يدي عندك اثنين طوال تقول لي هكذا
واثنين اللي وريتهم لك مكتوب واثنين قبل المخبين من البارح شيء معقول يبارك الله فيك فهمت معنا كل حاجة عندها تو في صندوق هذايا في اثنين لا فيه اش كل حاجة عندها معناتها وعندها علاش وعندها كذا وكذا تو مثلا تاخو هنية هنية عندك ستة دينار من جهة الأخرى مطبوعة كيف كيف فيها لص الستة تولي أربعة واللص يولي ثلاثة في الحقيقة هي شنية هي من هنية مطبوعة كان اثنين من الجهة هذه وخمسة حشاك من الجهة الأخرى وقت اللي تحط يدك هنية من دون شك العين تسجل ستة على خط الرات هوني واحد ومستانسة باللي هذاك لا وقت اللي تحب توريها أربعة تغطي هذا الراو اللي هوني مثلا حد شيء ترى اللي هي أربعة بالطريقة الأخرى معناها نحطوها هونية الراو لص وإذا كان نعملوا هكا بدون شك فبتني لا أما لص وإلا ثلاثة أنا كل حاجة عندها طريقتها مثلا مش حاجة فتني لا من غير حتى لا عندها شرح معنا طبيعي كلهم الألعاب كل لعبة فيها مثلا مش لعبة ما فيهاش حاجة هاكا هونية عندك مئة لعبة حاب يقول إذا كان ثم ليل الشتاء طويل أيوة. أما تقرأ ألف ليلة وليلة وإلا تلعب ألعاب القصعة ولا عزيزي. ألف حصيلة وحصيلة دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تزع لحديثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا رخاء دع الأيام يعبر كل حين ولا يغنيك عن الموت دين.